الدروب شيبين هو البيزنس موديل الاكثر شهره في هاد الاعوام اللي دازو. دومين ماشي غير يقدر يبدل حياتك، ما يخليك تكون حر وتوصل لجميع الاهداف ديالك. باش تبدا ضروري خاصك واحد راس المال. من المشكله ديال اكثريه ديال الناس هي الحزقه. السؤال اللي كيتعاود هو واش يمكن لي نبدا الدروب شيبين براس المال صغير مثلا 200 اورو؟ كيفاش نلقاوني برودكت في اسرع وقت؟ كيفاش ما نضيعش فلوس نخدم على دي مارشي جداد بحال اوروب؟ وكيفاش نخدم على هاد لي مارشي هادو بلا ما نتعلم اللغه ديالهم؟ هادو كاملين اسئله كيدوروا لك انت في راسك، وفي هذا الفيديو غادي تلقى الجواب ديالهم. مرحبا بك في ذا دروب شيبين تشالنج. سي انس اليك الخط. يلا غدار بدا التحدي ديال 48 ساعه غادي يكون ما بيني انا وما بين مهدي. التحدي قررنا اننا نديرو فيه واحد الباجي اللي هو ليميتي ديال 200 دولار. غادي يكون فيه منتج واحد، ستور واحد، وبلد واحد مختلف بيناتنا. سو لي ستور ديالنا غيمشيو لواحد فيكم، ما عليكم ياسو الا تخليو واحد لو كومونتير يكون مزيان ديال بصح علاش انت اللي بغيتي ستور وعلاش ماشي واحد اخر، باش كل واحد نشوفو شحال قدر يحقق ديال الارباح بهاد البيريود الصغيره وبهاد الباجي ليميتي ديال 200. اوكي قوم على الاخر شوفوا النتائج. ماشي غتشوف غير الارقام، مي غادي نمشيو لو بروسيس كامل خطوه خطوه باش تعرف على الفرق ما بين دروب شيبين في البيج فور وفلورو. اول حاجه بيان سور هي البرودكت ريسيرش. غادي نشوفوا لي برودوي اللي كيماتشيو اكزاكتومون المارشي الاوروبي. من بعد برودكت ريسيرش بيان سور غادي ندوزو لا كرياسيون ديال ستور ديالك شوبيفاي وكيفاش ترجع لو ستور ديالك ليجيت بالنسبه للورو. من موراها غادي ندوزو الاد كرييتيفز وغادي نعلمك كيفاش تصوب واحد الاد كرييتيف واحد لا فيديو باش غادي تبيع اللي تكون مزيانه ديال بصح. ديريكتومون من بعد هادشي غادي ندوزو الاد كوبي اللي هي من اهم الحوايج، وما غاديش نديرو واحد الاد كوبي اللي عاديه، مي غادي نستعملو واحد البروغرام ديال اي اي ارتيفيشال انتيليجنس الذكاء الاصطناعي اللي هو اللي غادي يصوب لينا حنايا برودكت ديسكريبشن والاد كوبي ديالنا، وهادشي كامل في جوج ديال لي كليك. من موراها غادي ندوز وغادي نشوفو كل واحد فينا كيفاش كيلونسي الادز ديالو، شنو هما الطرق وشنو هما الحوايج اللي كيفوكس عليهم كثر. واخيرا غادي ندوزو للريزلتس بيان سور ديال هاد لو تشالنج هذا كامل، وغادي نكونو معكم شفافين 100%. وما غتكونش ليميت ديالنا غير في البادجيت او في الوقت، مي ليميت ديالنا غادي تكون اكزاكتومون بحالك انت. غادي نستعملو بيزنس مانجر واد اكونتس اللي باقيين جداد، وسبيند ليميت فيهم ما فايتاش 50 اورو. واه انا راه غتحر روح. غندوز دابا الاهم بارتي اللي هي البرودكت ريسيرش. غنحاول نلقى وين البرودكت في اسرع وقت وندوز الستيب اللي موراها. اوكي ليتس جو. هاد لو تشالنج غادي نستعملو اكسباي اللي هو واحد الاد سبايل اللي غادي يخليك تلقى الاف ديال الوينين برودكت. نون سولمون تلقاهم، مي اوسي يعطيك الداتا ديالهم كامله اللي غادي تعتمد عليها باش تعرف واش غادي تيستي هاد البرودوي هذا ولا ما غاديش تيستي. في بلاصه ما نعطيكم واحد لو دياباراما فيه جميع الحوايج ولا لي كريتير باش تلقى وينين برودكت، نوريكم بالضبط خطوه خطوه وشنو هما العوامل اللي كيحكموا باش نعرفوا واش هاد لو برودوي هذا غادي نتيستي ولا ما نتيستيوش، ونعرفوا كيفاش نحولوا هاد لو برودوي اللي تيستينا لواحد البرودكت اللي وينر. سو نحاول نشوف البرودكت اللي كيبانوا لي هنايا مزيانين. شوف لهم لي فيديو لكن حيت الشعر نحاول ناجوتيهم هنايا ابخي نتخون تشيكيهم بواحد بواحد. اوكي جود تخلي تا هو ستور ديالو. اوكي هذا كنت صراحه كنت شفتو كيتباع في اليو اس دابا تقريبا شي 15 يوم. فريمون برودكت زوين، يعني التشويس ديال النيش ديال البيتس سيرشو الكاتس. تخلي تا هو نشوفو. اوكي نزيد شي برودكت اخر نحاول ندوز هاد البرودكت. عقلت عليه كان خدام في يو اس في 2021 ما نشوفش مازال كيتباع ولا لا. alright so نخليهم الستورز ديالهم تيس يو اس فرانس. اوكي سو هذا كيتباع 25 دولار صراحة برايس ديالو تشيب. اجوطاو دابا 3 ايام لاست سيل 2 اورز 3 ايام يعني غادي يكون مازال كيتيستيو فيه، ما غاديش نقدر نحكم عليه واش يكون برودكت مزيان ولا لا. سو الصراحه غادي ندوز لهذا 32 اورو. سو اوكي تقريبا حاطينه 13 يوم لاست سيل 2 اورز هو هذا. هذا جوبونس نيش ستور خاص غير بالكارتس. الا جيت البرودكت في البيست سيلينغ اللي هما اهم بارتيات عندي هو ان البرودكت يكون كيجيب سيلز ويكون مرينكي في البيست سيلينغ هو الثالث، وشكون البيريود ديالو ما بين شهر وشهرين ماكسيموم. هو دابا حطو 13 يوم باش حطوه وترينكا مع البيست سيلينغ، يعني فاش دي برودكت اللي ديزا كانوا محطوطين 3 شهور شهرين. هذا البرودكت كان خدام حتى هو دابا شهرين، كاع الشروط فيه مزيانين دونك حتى هو برودكت مزيان. غنخليه هنايا نحاول نجي لهذا حتى هو اخر فون دابا 7 دقائق 50 اورو مزيان. مرين كيف البيست سيلينغ واخا محطوط دابا 6 شهور. alright نحاول نشوف السبلايرز ديالو هو وهذا. هاد ستور ما كيخلينيش انني نكوبي، داكشي علاش كنحاول انني نطلع عندك النافيغاتور باش نقدر ندخل نقلب على السبلاير ديالو، ما كيعطيوش ليا دونك دير لي سيكوريتي. anyway جي نشوف هاد البرودكت شحال كيتباع. تقريبا 18 دولار 18 دولار اللي كنت نبيعو تقريبا ب 40 دولار. لوكين جود. اوكي هذا خصني نقلب عليه مانويلي اولا راه كاين هنايا فيلي تاي
الا كان يتليفر فرنسا يتليفر ب 8.51 اورو، برايس ديال دوك تقريبا 10 تقريبا 20 دولار. 20 دولار هادو بشحال كيبيعوه؟ 31 اورو تقريبا 35 دولار، اللي هي البروفيت مارجن بيتيت 15 دولار. anyway غادي نحطهم حدايا ونزيد نقلب باش كيصلح. نحاول ندخل نشوف ستور ديالو، كيتباع ب 180 دولار، دونك بروفيت مارجن فيه مزيانه. فين كيتباع؟ في يونايتد كينغدوم. اوكي اخر فونت 10 السوايع حاطو دابا 8 شهور. هذا نيش ستور او نقدر نقول وان برودكت ستور، غير حاط فاريت از ا برودكت. دونك مزيان حاطو 8 شهور، ولكن 8 شهور صراحه صعيبه شويه انني ندخل وننافسو فيه. نقدر نشوف هذا لا 8 شهور، دونك صعيب شويه نجيو ننافسو. هذا لا مارشي مختلف، سواء يبقى لي الاختيار ما بين هذا او هذا البرودكت. سو غادي نشوف وغادي ناخذ ديسيزيون على ان برودكت اللي غادي نخدم عليه ونبدا نقاد لي ستور. اوكي هنا بعد ما شفتوا الطريقه خطوه خطوه كيفاش نقلبنا على البرودكت، غنوريكم لو برودكت ديالي اللي لقيت انا واللي غادي نخدم عليه. دونك هذا هو البرودوي اللي غادي نخدم عليه. شنو كيدير هذا البرودوي؟ هذا فهو واحد البرودوي جديد بيان سور، لقيتو حتى هو في اكس باي. هذا البرودوي هذا هو واحد البرودوي كيحول لينا بيرسوز لواحد المنشار الي. علاش هذا البرودوي هذا ماشي برودوي اخر؟ بالنسبه لي انا برودوي وينر، لان انا هو عندي واحد الطريقه وعندي واحد ماركتين ستراتيجي بانني غندخل هذا البرودوي هذا للمارشي المون، ونحاول نخدم ليه واحد الانجل ماركتين واعر بزاف، ماشي مع التولز مي مع الغاردنين مع لو جاردينوج. كيف ما شفتو برودوي زوين بزاف، برودوي ديالي تيدير 15 اورو تقريبا، من بعد ليفريزون كتاخذ 15 يوم اللي هي بارفيت وبيان سور فابور. دونك كنظن غادي تكون في واحد بروفيت مارجن زوينه بزاف، الى بعتو تقريبا واحد 40 اورو غتكون عندي واحد بروفيت مارجن ديال 25 اورو مخيره. وبيان سور قبل ما ندوزو لا كرياسيون ديال لو ستور ديالنا، غادي نمشيو وغادي نكتبو واحد البرودكت ديسكريبشن وواحد الاد كوبيز اللي غنخليونا نبيعو هاد البرودوي هذا بسهوله. وباش نديرو هادشي بحال اللي قلت لكم، غادي نستعملو الاي اي وغادي نستعملو هاد لو سيت سميتو رايتر. غنمشيو ستارت رايتين. كيف ما كتشوفوا انا ديجا خدمت به، شو كيمكن لك هاد الاي اي؟ فهاد الاي اي هذا كيعطيك برودكت ديسكريبشن من عنده هو، انت ما عليك الا تحط شنو بغيتي هنايا، اين لغه بغيتي هاد البرودكت ديسكريبشن، شنو هو الطريقه ديال التكست اللي بغيتي، واش يكتب لك تكست اغريسيف ولا تكست عادي ولا كريتيك ولا شي بحال هكا. كتعزل كتمشي هنايا كدير بانني بغيت اد كوبي، يمكن لك دير برودكت ديسكريبشن، يمكن لك دير اي حاجه بغيتي. دونك هادشي بالالمانيه، غنعطيكم مثال دابا صغير بزاف بلونغلي. دونك اول حاجه ملي كنبغيو نكتبو البرودكت ديسكريبشن، كنجي هنا كنعزل اللغه اللي بغيت. بيان سور حنا نخدمو على المارشي المون، نخليك تخدم فرونسي بونغلي المون غريك هنغاريان اي لغه بغيتي، ايطاليانيه برتغاليه، وبلا ما تكون كتفهم هاد اللغه هادي غتقدر تكتب واحد برودكت ديسكريبشن اللي غادي دير في السيت، وغادي تكتب واحد اد كوبيز اللي غتستعملهم في الاد ديالك بلا ما تفهم اللغه ديالو. كريزي. دونك كيفاش غادي ندير اللغه ديالي؟ انا غنخليها بلونغلي باش نتوما تفهموا كيفاش غنديروا لهذا الشيء. الطريقه ما كتهمش، غنمشي وغادي نقلب على شنو بغيت. انا سيدي بغيت بيان سور برودكت ديسكريبشن. alright سيدي، من بعد غادي نكتب السميه ديال هذا البرودوي اللي بغيت ندير انا. دونك انا غادي نخليها عاديه وغندير توم كلينر، غنخدموا على هذاك اللي كينقل لسان. اوكي هنا غادي نزيدوا واحد ديسكريبشن صغيره، غير نعطيو شي شويه المعلومات لهاد الالغوريثم هادي باش تقدر هي تفورمولي لنا واحد لو تكست اللي يكون قاد وزوين. دونك كيف ما كتشوفوا غادي نجيب غير معلومات صغار بزاف من 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 امازون، وغادي نشوفوا واش هاد الدول هذا غادي يقدر يعطينا واحد ديسكريبشن اللي تكون زوينه بزاف. دونك هنايا كتعزل شحال من فاريونت بغيتي، دونك كتعزل نقولوا عطيني سيدي ثلاثه ديال لي فاريونت. هنايا كتحصل كرياتيفيتي ليفل، انا نديرو سيدي غير ميديوم ولا خليها هاي. alright غادي نمشيو وغادي نبركو على رايت فورم. وها هي كيف ما كتشوفوا خرج لي ثلاثه ديال البرودكت ديسكريبشنز، وهكا غادي غادي كنقاد البرودكت ديسكريبشن ديالي. وبيان سور غادي نوريكم شنو هي النتيجه اللي خرجت انايا في الاخر في ستور ديالي. كيف ما كتشوفوا نفس الحاجه بيان سور كتطبق لينا على الاد كرييتيفز، ما عليك الا تمشي لهنايا، تمشي تقلب على فيسبوك تويتر لينكدين ادز فوم، كتبرك عليها ورا كتعاود تحط ديسكريبسيون، وكتعاود تحط شي شويه ديال الانفورماسيون على البرودوي ديالك، كتمشي وكتكليكي على رايت فور مي، وهو كيخرج لك واحد الاد كوبي اللي كتكونفيرتي ديال بصح واحسن 100000 مره من اي ماركتر، لان الالغوريثم خطيره بزاف. وكيف ما كتشوفوا ها هما، ما عليا غير نشد ديك الاد كوبي نكوبي انكور، نزيد ما يبيش شويه ديال الايموجيز باش الواحد يكون كيسكرولي نقدر نحبسو ويقدر يقرا ديك الاد كوبي ديالي. اوكي وهادشي بيان سور تقدر تطبقو باي لغه بغيتي. دونك من بعد ما شفنا كيفاش نكريو نكتب برودكت ديسكريبشن وبيان سور الاد كوبي ديالي، غندوزو دابا للستور ونصوبو للستور ونشوفو شنو هما الحوايج اللي عندنا مهمين وغيخليو واحد الستور ديالنا يكونفيرتي. خليكم مع الناس.
البروداكت اللي اختاريت هو ديال الكاتس. عارف انه كان خدام في اليو اس مي هذاك ستور اللي سبايت عليه كان خدام في فرنسا, سو قررت انني نبقى في نفس البلاد وفي نفس الاودينس بويسكو عارفوا راه خدام تما. اوكي سو حاولت انني نقاد هذا ستور نوريكم. حاولت نخدم تيم اللي هو سيمبل عادي, ديزاين تا هو سيمبل, اختاريت الكولورز ديال البلاك اند وايت هما اللي يكونوا في ستور ديالي يعني الكحل والبيض حتى من ناحيه لي بوطون وكلشي تلقاو فيهم هاد الكولورز. اوكي التصاور اللي كنحط هما باك جراوند بيضاء ديما, تقريبا 90% ديال الستورز ديالي اغلبيه ديال البرودكت ايميجز كتلقاهم بحال هكا. هنا حاط لي زانفو اللي هما ضروريين, تايتل حاط الغارانتي وحاط اهم الفيوتشرز ديال هاد البرودكت. اوكي بويسكو لا فيديو كيبين كلشي وبيان سور لي فوتو حتى هما, وحاط الفيوتشرز اللي هما مهمين باش يقدروا انهم يعني نقنعهم انهم باش يشريو البرودكت. اوكي فوالا هذه هي الهوم بيج اللي جات البرودكت بيج نفس الانفورميشن, وغتلقاوني حاط لتحت الريفيوز ضروري, الريفيوز بلي زيماج يكونوا ريفيوز اللي هما طوال شويه يعني ما تكونش فيهم كلمه ولا جوج. اوكي اند ديز انفورميشن على البيكيش كيفاش داير اي فوالا. بالنسبه لي انا قبل ما نقاد لو ستور ديالي فكنعتمد على ثلاثه الحوايج, كنمشي وكن امبورتي لي زيماج ديال لو برودكت ديالي كنحطهم, كنحط لو تيكست ديالي اللي صوبت برودكت ديسكريبشن اد كوبي اون سو اون, ومن بعد كنحط لي فيديوز باش نقدر نخدم الاد كرييتيفز من بعد. اوكي دونك فهاد لي زيماج هادو اللي كنحط كنحاول نحط جميع لي زيماج ديال لو برودو ديالي اللي لقيت في الانترنت, وبيان سور كنحاول ندير اللمسه ديالي عليهم باش يبانوا بانها داك البروداكت برودكت لي براندد. اوكي كنمشي كنحيد الرموز ديال بلي بالشينويه, كنبقى داكشي يكون مزيان, وبيان سور كنأجوتي اللوغو ديالي فوق لو برودوي. بالنسبه للبراندينغ طريقه سهله بزاف, كناخذ البرودوي ديالي كنحطو في فوتوشوب ولا في اي بلاصه واحده اخرى, كنحط عليه واحد لو تيكست اللي كيخليه يبان براند شي شويه, وبيان سور الا خلينا التكست بحال هكا غتبقى باينه مفروطه, داكشي علاش كنزيدو واحد التكستور من فوق داك التكست بحال هكا بوم كيف ما كتشوفوا التكستور كتولي كتبين هذاك الشيء حقيقي. فوالا بلا تكست بلا تكستور بالتكستور فرق كبير. فوالا وبالنسبه للو سيت ديالي فكنحاول لو سيت ديالي يكون في الوان قلال وزويونين. بالنسبه للتولز كنحاول نخدم دائما بالاحمر الكحل البيض, هنايا زدت شي شويه ديال الزرق حقا ما خدمتش بزاف عليه, مي كيف ما كتشوفوا كوميم السيت كيبان زويون, كيف ما كتشوفوا الديسكريبشن اللي خديت من رايتر ما كاتب فيها حتى شي حاجه, كيف ما كتشوفوا ميم في الهوم ميم في لاباج برينسيبال كنحط لو برودوي ديالي للبيع وكنحط تحت منه ديسكريبشن فين ما مشيتي واي بوطونه كتكبرك عليها, فانا كنحط لك طلع لك دائما نفس لي زانفورماسيون اللي خليوني نكونفرتيك دغيا دغيا. دونك كيف ما كتشوفوا شويه ديال لو تيكست مرموره التصويره كتبين داكشي, وكيف ما كتشوفوا داكشي براندد تيستيمونيالز يكونوا زويونين باللغه الالمانيه ديالهم, وبيان سور رايتر حتى هو يقدر يستعملوا باش يكتب تيستيمونيالز وفي الاخر الكواليتي, وبيان سور مي كتخدم على لو مارشي المون فضروري ضروري تخدم بهاد لي زانفورماسيون هادو. اي واحد يدخل يشري من عندك من لو مارشي المون فانه كيمشي كيطلع على هادوك لي هاد لي باج هادو, وماشي لي باج اللي كنستعملو نورمالمون في البيج فور. دونك ضروري تخدم بهاد اوبا اونس اجي بيز دات شوتس اون فيداغوف, وبيان سور كنستعملوا واحد الطريقه اي بوطون كليكيتي عليه فهو كيخرجك في لو برودوي ديريكتوم, الا كتبتي على شري دابا غادي تخرج في البرودوي ديريكتوم, الا عاوتاني رجعنا وبركنا على عطيني اكثر ديال زانفورماسيون غتخرج عاوتاني في نفس الحاجه. كنحاول نخدم انا بهذه الميثود هذه وكتكونفيرتي ليا فريمون مزيان, وكيف ما كتشوفوا تصاورات نقيين دي باك انا اللي صوبتهم في شوبيفاي, وقديت داكشي كامل ولي فاريونط اللي عندي كيف ما كتشوفوا داكشي مقاد مزيان باش نخلصوا على واحد لو كليون يدخل عندنا لوسيد خاصنا نكونفيرتيه باي طريقه. ما شغلناش هنا, مرحبا بك في مرحله الاد كرييتيف ولا مرحله لا فيديو. هذه المرحله هذه ما عمرش شي يوتيوبر تيديرها, كيفاش تكري الاد كرييتيف ديالك. دونك غنمشيو خطوه خطوه ونشوفوا كيفاش غنكري واحد لا فيديو اللي غادي تقدر تكونفيرتي لينا. دونك اول حاجه كيف ما وريتكم قبيله مي كنكري لو دوسي ديال لو برودوي ديالي, فبيان سور غادي نحط فيديوز. فيديو شنو كندير؟ كنمشي كنجمع جميع لي فيديو اللي كاينين على دوك البرودوي ديالي, كنتيليشارجيهم كنحطهم قدامي, كنحاول نتخيل كيفاش غنصوب واحد لا فيديو. دونك كيف ما كتشوفوا فيديو طن طن, وهنا كتشوفوا بانني لقيت اربعه ديال الفيديوهات ولا هانتوما كتشوفوا ثلاثه الفيديوهات فقط. من هاد ثلاثه الفيديوهات انا برودوي جديد ما عليهش لي فيديو تماما. دونك هذا هو التشالنج اللي عليا انا دابا, نكري من والو نكري واحد لا فيديو اللي غادي تقدر تكونفيرتي ليا وغتقدر توصل ليا لواحد حتى لاخر لا فيديو باش نعطيه كول تو اكشن. دونك كيف ما كتشوفوا انا ديجا صوبت لا فيديو, كتبان بهذه الطريقه هذه.
فوالا كيف ما كتشوفوا اول حاجه درتها هي انني بينت لو برودوي ديالي، بما ان لو برودوي ديالي واحد لو برودوي فيه واحد الواو فاكتور كبير، حاول نبين لو برودوي ديالي من اكبر المزايا ديالو خمسه ثواني الاولى الا ما قلتش ثلاثه ثواني الاولى. دونك شنو كيدير لو برودوي هذا؟ دائما لو لوغو ديالي كنحطو فوق لو برودوي، لو لوغو ديالي خصو يكون كبير بيان سور باش لي كونكورون ديالي ما يخدموش بلا فيديو ديالي. السبتايتل اللي كتشوفوا لتحت خصو يكون نقي زوين لون باين وسهل تقرا، كنبين لهم واحد الحاجه وداكشي اللي غتحتاجوه نتوما في لو جاردان ديالكم. دونك من ثلاثه الثواني الاولانيين كتكون عندي ريتينشن مزيانه، كنشد السيد ديالي كنحكري ليه واحد لو بروبليم فراسو، هاد لو برودوي هذا ما عمرو ما شافو، وكنزيد كنقول ليه بانك راك غتحتاجو في لو جاردان ديالك. دونك كيبدا يطرح اسئله على راسو وكيبغي يكمل لا فيديو باش يفهم، ومين كنكمل لا فيديو بيان سور بوم كول تو اكشن في الاخر. وداكشي علاش كنحاول نخلي لا فيديو دوره وشورت. هانتوما كيف ما هنا كنعطيه الاليمون الاولاني، انت غادي تحافظ على الفلوس بلاص ما تشري دوك التوز الكبار اللي كيديروا 200 300 اورو، غتشري غير ب 35 اورو ولا ب 40 اورو، كيوفر عليك الفلوس الوقت والانرجي ديالك. وهنا يا قبل من الكول تو اكشن حاول نبين له لو برودوي كامل باش يشوفه من جميع لي انجل، ومن بعد دير الى بغيتي اكثر ديال المعلومات برك على لو ليان، دخل عندنا دخل لو ستور، وبيان سور كيف ما كتعرفوا مي غيدخل لو ستور غيلقى واحد لو ستور لي مزيان بزاف واجد ديريكتومون غيكونفيرتي هو يخليه يشري لو بروداكت ديالنا. وهذا هو التشالنج اللي خديت انايا، حاولت ناخذ واحد لو برودوي اللي معليش لي فيديو معليش صور الحماق معان باش نخرج منه لو ماكسيموم وانتم تستافدوا في هذا لو تشالنج هذا. بيان سور ما غنديرش اد كرييتيف وحده، غندير جوج، وبما ان ما عنديش الفوتوج بزاف فشديت وديبلاسيت شي شويه وعوجت شي شويه هذاك الفوت الصغير اللي عندي، فحاولت نقلب شي شويه نبدل الاستراتيجي ديالي، استعملت نفس الفوتوج في الثانيه غير هو بدلت لو تكست كيف ما كتشوف. هذه كانت الاخر ديتها في الاول، هذه كانت في الاول ديتها في الاخر، هذه في الاول ديتها في الاخر. فوالا كنحاولوا نلعبوا بليزيليمون ديالنا الا ما كانوش عندنا لا فيديو بزاف. بيان سور لو برودوي الا كان غيخدم لينا فبيان سور ضروري خصنا نمشي نشوف من لاشين نجيبوا لعندنا ونخدموا لي اد كرييتيفز باش نقدروا نسكيليو بهم. نخليكم مع انس والفيسبوك اد ستراتيجي اللي غادي يدير ونتلاقاو. الا جينا فيسبوك اد خدمت باي بي او، دونك 6 ديال لي زاد سيت، كل اد سيت غاتجي 10 دولار. سو فوالا دونك هنايا ما درتش سي بي او اد سيت كاتشي ليدي سيند ميساج لايك لوكيشن لوكيشن فرانس جندر خلوت ديك الشيء هادي فوالا جيت الانتريست. يعني ديما في لي زانتيغي اش كندير؟ مثلا غندير خمسه ديال لي زاتسيت ولا سته، كنحاول انني ندير دي زونغل مختلفين. مثلا سته ديال لي زانتيغي اللي غادي ندير، طبعا ديك سته ديال لي زاتسيت كل اتسيت ندير فيها واحد الانتريست فواحد الانجل مختلف ولكن في نفس النيش اللي هو ديال الكات. هادشي اللي حاولت ندير هنايا. سو انا كثير درت كات ليدي الاستيميتد اودينس 3-4 مليون اللي هي مزيانه فرانس. لي كرياتيف نوريهم لكم هما هادو. دونك فوالا حاولت نتانسبير بزاف من لي اللي دايرين هما، درت بعض الموديفيكاسيون صغار. فوالا اد كوبي لينك ديال البرودكت بيج، لينك ديال البرودكت بيج كرياتيف ثانيه. فوالا كيبين الفيوتشرز ديال البروداكت كامل. صافي ابخي دوبليكيتا خمسة المرات اخرين باش بديت كنجونجي غير لي زانتيغي. سو درت بيتزا ات هوم، كيتن، كات بلاي اون تشويز، وهادو انواع ديال الكاتس اللي قلبت عليهم في جوجل، بارسين كاتس و بريتيش شورت هير. وهادو دي زانتيغي اللي هما برود بحال كات بلاي اون تشويز والكيتن وبيتزا ات هوم وكات ليدي سبيسيفيك ديال يعني الناس اللي كيربوا المشاكل. فوالا غادي خصنا نتسناو غير الريزولت كيفاش غادي يكونوا and اي حاجه كانت غادي نوريها لكم. اوكي بالنسبه للاستراتيجي اللي استعملت فيسبوك ادز فهي استراتيجي مختلفه تماما على استراتيجي الناس باش نعطيكم شويه ديال لا فاريتي في هذا لو تشالنج هذا. استعملت بيان سور حتى انا اي بي او سي بي او، ما ننصحكمش تستعملوها في التيستين. ومي في الماركتينغ استراتيجي ديالي حاولت نخدم في واحد البوينت اوف فيو واحد اخر، حاولت انني نخدم هذا البرودوي هذا كينتمي للتولز، حاولت نخدمه في واحد لونجل ماركتينغ ديال الغاردنين ديال لو جاردينج. دونك كيفاش درت؟ فانني عزلت فقط ثلاثه ديال الانتريست. علاش عزلت غير ثلاثه ديال interests؟ لانني بغيت نشوف نحط راسي اون طونك ديبيوتون. انا ديبيوتون ما كنعرفش ندير لاناليز مزيان، ما كنعرفش نلقى الانترست بزاف، نجرب غير ثلاثه وفي الدومين ديال الغاردني. مي اهم حاجه كيف ما كتعرفوا بيان سور فكل اد سيت فيها تارجيتين مختلف. هنايا فوالا هنا ندخلوا الاد ونشوفوا شنو هي لا غوس ديفيرونس اللي عندي انا هنايا. بلاص ما نعطي كل اد نعطيها فيديو، كل اد نعطيها اد كوبي، كنستعمل واحد الطريقه اللي سميتها اوبتمايز كرييتيف فور ايتش بيرسون. شنو كتعني هذه؟ هذه كنعطي
اد وحده كنعطي ثلاثه جوج ثلاثه ديال لي فيديو ولا تصويره اد كرياتيف بيان سور كنزيد سيدي وكنكتب ثلاثه حتى لاربعه ديال اد كوبيز في اد وحده. غتقول لي علاش مهدي؟ غنقول لك انا كنخلي له شوا الالغوريثم ديال الفيسبوك ولا الالغوريثم ديال الفيسبوك اد هي ديفلوبي راسها وهي تشوف. دونك كيفاش كيوقع هادشي؟ مين كنعطي هاد ثلاثه ديال اد كوبيز اللي انا بيان سور ما كاتبهم كاتبهم لي الالغوريثم ديال الرايتر كنعطي الفيسبوك لو شوا بانه يعزل شنو هو بغى يبين دوك لي بيرسون. اوكي هو كيبدا تيستي بوحدو الاولانيه يقدر يطلع عليها الكرييتيف ولا الفيديو الاولانيه وميبي التكست الثالث ولا يقدر يدخل ليها الاد كرييتيف الثالثه والتكست الاول. وكنخلي فيسبوك هو اللي يلعب ليا بهاد لي زيليمون هادو كل واحد بيرسوناليزي داكشي علاش كيفاش كيعجبو وعلاش كندير هادشي. فبيان سور باش نجمع لي زانفورماسيون باش يكون عندي واحد الداتا زويونه وكافيه باش مي غنبغي نقلب سي بي او غادي نخلي هادشي كيف ما هو. فيسبوك الغوريثم غتكون عندها بزاف ديال الداتا وهي غتبدا اوبتيميزي ليا بوحدها احسن كرييتيف واحسن اد كوبي وانا بيان سور غنكون مرتاح مع هاد الداتا اللي غتكون عندي وغتكون عندي واحد الداتا كبيره بزاف. وكيف ما كتشوفوا ريتيو ديال الفيديو ولا ديال التصويره مختلفين. تصويره فيها واحد على واحد في ريتيو ريتيو مربع وفي الفيديو كنحاول دائما ندير واحد ريتيو ديال 4 على 3 3 على 4. علاش؟ كنخلي لا فيديو ديالي تشد التليفون ديال اليوزر كامل ملي كيكون كيسكرولي فلا فيديو كتشد ليه ليكرون كامل وما كيمشيش يشوف ليا في الفيديو اللي الفوق ولا التحت فكنعمر ليه ليكرون. داكشي اش كندير ريتيو 4 على 3 اللي كتكون مستطيله تقريبا. وبما انني خدام في واحد لو برودوي ريسكي. علاش ريسكي؟ لانه برودوي ماضي برودويات الماضي بحال الماس وانسوان ما كيتقبلوش بزاف فيسبوك اس مي بغيت انا ناخذ لو ريسك ونبين لكم بان اي مشكله طحتي فيها راه كاين فيها الحل. وبيان سور قبل ما نتيستي راه كنمشي وكنشوف الاد لايبراري وكنشوف بيان سور تول بحالو واش كاين ولا ما كاينينش وكيف ما كتشوفوا فالكتريكال سو ولا منشار الكتروني هما موجودين. غادي نطلق الاد ديالي ميبي يقدروا يوقعوا لي مشاكل مي بيان سور غادي نقدر نتادابتا نقدر نشوف كيفاش غادي ندخل هذا لو برودوي ديالي. دونك غنلونسيو الادز وغادي نطلقهم هنا 24 ساعه باش غادي نشوفوا الريزلتس. بيان سور الا ما قعدناش شي حاجه من فما الادز واجدين بروغرامي لغدا في الصباح ان شاء الله. ايوا يا سيدي مرحبا بكم في المشاكل. يور بوست جوت اجينست كوميونيتي ستاندردز بغاو يراودوني. Guys, قبل ما نغدا وي ار باك رجعت الادز ها هما اكتيف كيما كتشوفوا مره اخرى الادز ولاو اكتيف. شوف ما تحبش درت راسي في بلاصه اي واحد يقدر يكون يلاه بادي وغادي يطيح في بزاف ديال المشاكل سيغتو في فيسبوك باسكو انا كنستعمل انايا بزنس مانجر جديد واد اكونت جديد. اوكي المشكل الاول وقع لي في هاد الكومبين هادي يلاه سبند 11 دولار وابخي ما بقاش باغا تسباندي يعني كتكون اكتيف وما كتسبانديش الفلوس. هذا السبب علاش وقع لحقاش لاد اكونت مازال جديد اول كامبين فيه درتها الكونفيرجن. اوكي حيت نورمالمون كيخصنا نورمي ولا باج هكا باش يلاه فيسبوك يقدر يتعود على ترافيك وبدا كيسباندي عاد بقى نقدر نبدا ندخل في ترافيك ديال الكونفيرجن. سو سبانديت 11 دولار شنو درت؟ مشيت زدت في الباجي يعني باش كان ايديتي كانت 10 دولار رديتها 10.10 ابخي مازال ما بداش كتسباندي شو انا نحبسها وانا ندوبليكيها. اوكي سو دوبليكيتها وخليتها بنفس الباجي ديال 60 دولار في 60 دولار ما تسباندتش عاوتاني كامله تسباندت غير 50 دولار. علاش؟ لحقاش فيسبوك اول كامبين طلع في يعني باش انني نبدا نسباند اكثر من 50 دولار خصني نورمي. اوكي يعني خصني ندوز بزاف ديال سباند باش يلاه يقدروا يطلعوا ليا ديلي سباند ليميت فوق 50 دولار. بالنسبه للليميتريك صراحه كانوا مزيانين بالنسبه للسي بي ام كان 3.85 دولار بالنسبه للسي بي سي كان 0.12 وبالنسبه للسي تي ار كان 3.27%. بالنسبه للكامبين الاولى قبل ما تسد يعني قبل ما تحبس من سبان هذيك 11 دولار جات ديجا مبيعه وابخي هاد لي كليك مازال ما جابش مبيعات. داكشي علاش نلقاو الا جيت للستور غادي نلقى باللي الكونفيرجن ريت شويه طايحه كيف ما كتشوفوا. جات واحد شرا جوج ديال البروداكت انا في النهار الاول وابخي في العشيه جات سيل واحده اخرى باش كملات 119 دولار. داكشي انا كاين جوج ديال الاوردرز. بالنسبه للكونفيرجن ريت كان طايحه واحد شويه لحقاش الترافيك اللي دخل كبير. علاش؟ لحقاش السي بي سي كان طايح ودي حاجه مزيانه. سو فيسبوك غيبدا شويه يبدا اوبتيميزي على البيرشيس ويجيب ليا كواليتي ديال الترافيك مزيانه باش هكا سيلز يقدروا يبداو الكونفيرجن ريت تقدر تطلع مع الوقت. سو هادشي اللي كاين في هاد لو مومون ان ابديت ليكم في داكشي اللي جا. اوكي بيس.
التشالنج ديالنا ساهله 15 و16 اغسطس نشوفوا شنو هما لي ريزولطا. نبداو بيان سور من النهار الاولاني. النهار الاولاني 86.98 نقولوا تقريبا 87 اورو. بيان سور جوج ديال الاوردرز كان عندي انا السي بي سي الكوست بير كليك طالع على انس بزاف. داكشي علاش دخل عندي واحد الترافيك اللي مزيان بزاف اللي كيكونفيرتي وكونفرجن ريت 2.04 اللي كانت تقدر تكون مزيان بزاف. انا اللي درت المشكل علاش درت المشكله كيف ما كتشوفوا هنايا دخل عندي بنادم من المغرب مع جاني السيل الاولاني طيت ستوري داري شافوا الليان ديال لو سيت ودخلوا كيشوفوا لو ستور وبيان سور خسروا لي كونفرجن ريت اللي كانت تقدر تكون طالعه بزاف. كيف ما كتشوفوا السيل الاولاني في البداية ديال النهار والسيل الثاني في الاخر ديال النهار. بيان سور في النهار اللي قبل كتشوفوا ديجا راه كانت واحد السيل. هذاك السيل كنديرو من عندي انا علاش باش كنشوف واش بيمنت جيت ويز ديالي خدامين ولا ما خدامينش. الا شكيت في بايبال كندير بايبال، شكيت في شوبيفاي بيمنت ولا في سترايب كنحط كنستعمل الكارت ديالي. بيان سور كتبان لك في الماتريكس ديالك الا ما تيستيتيش. بيان سور كتبان لك في الماتريكس ديالك كتبان لك بان الاد تو كاست كاينين بزاف وما كاين حتى كونفرجن، وهذه كتقدر تبين لك بان واحد من البيمنتس جيت ويز ديالك خدامين. الناس كيوصلوا حتى للتشيك اوت وكيحبسوا. دونك هذه هي الكوماند ديال الداتا في 24 ساعه الاولانيه كيف ما كتشوفوا. 4 ديال اد تو كارت، 7 ديال التشيك اوت. تبارك الله على الناس المغرب ديالنا رونوا لي ستور مزيان ديال الناس دخلوا من الموبيل. فيسبوك هي اللي كانت خدامه عندنا. علاش؟ انني التول ديالي وجهته للناس ما بين 30 حتى 65 سنه اللي هما اللي كيكونوا انتريستي بالغارني. انا تارجيتيت واحد الناس اللي كبار في السن واللي كيكونوا الاكثريه ديالهم من فيسبوك. كان هي حقيقة كاع نحبس انستغرام ما نستعملوش مي بون ماشي مشكل. كتشوفوا دابا هادو هما الميتريكس ديالي من بعد 24 ساعة الأولانية. تشالنج راه بيان سور ساليناه. تراكين بيان سور ديال فيسبوك بحال ديما تراكا ليا سيل واحد. فهادشي كامل هذيك 87 أورو سبيندينا فيها 41 أورو. كيف ما كتشوفوا الإمبريشنز بادجيت درت 20 هضرنا على قبيلة واخا سبيند ليميت 50. سي بي سي هنا طالع شي شويه هنا مزيان ماشي مشكل. وكيف ما شفتوا واخا خدمنا دول مختلفه خدمنا برودويات مختلفه خدمنا بتكنيكس مختلف وباش نسكيليو هذا البرودوي. ديزولي الو كيفاش انا جاي